بسم الله الرحمن الرحيم. مادة مبادئ الاقتصاد الجزئي لطلاب نظام الساعات المعتمدة باللغة العربية المستوى الأول. دي المحاضرة الثانية من 6 محاضرات مقررة عليكم للامتحان فيهم هذا العام إن شاء الله. المحاضرة الثانية بنتكلم فيها عن الفصل الثاني وهو المشكلة الاقتصادية. الطالب المفروض وفقا لما تم شرحه مسبقا يبقى عارف ايه هي المشكلة الاقتصادية. ايضا ان الطالب يكون على دراية باركان المشكلة الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بتعدد الحاجات وايه انواع الحاجات سواء الاساسية او الكمالية، ويبقى عارف تفصيلا ايه هي الحاجات الاساسية الاولية وايه هي الحاجات الكمالية الثانوية. ثانيا يتعرف على الركن الثاني من المشكلة الاقتصادية وهو ندرة الموارد، ويقدر يفرق ما بين الموارد الاقتصادية والموارد غير الاقتصادية. التعرف على المقصود بالندرة المطلقة والندرة النسبية. التعرف على أنواع الموارد الاقتصادية أو ما يطلق عليه باسم عناصر الإنتاج الأربعة. أولا العمل، إيه هو العمل؟ ثانيا رأس المال وتعريف رأس المال. ثالثا الأرض. رابعا التنظيم. تعرف الطالب على خصائص المشكلة الاقتصادية، سواء إن الندرة لأنها من أهم خصائص المشكلة الاقتصادية، أو مشكلة الاختيار، أو ما نعانيه بعد الاختيار من وجود لفكرة التضحية ومعناها. بعد كده نتعرض لمنحنى إمكانيات الإنتاج وفكرة منحنى إمكانيات الإنتاج. هنا نتعرف على افتراضات منحنى إمكانيات الإنتاج، فهم فكرة البدائل المتاحة وإن اختيار بديل معناه التخلي عن البديل الآخر، وفي فكرة تضحية بتظهر في الانتقال من نقطة على للتانية. ده شرح الرسم بتاع منحنى إمكانيات الإنتاج، وهو مهم جدا كما تم شرحه مسبقا. ده رسم منحنى إمكانية الإنتاج اللي بيوضح إن الانتقال من نقطة للتانية بيؤثر في الكميات، سواء المنتجة، يعني الانتقال من نقطة ألف اللي كان فيها الإنتاج كله بيتم توجيهه لإنتاج السلعة صاد وبدون إنتاج أي شيء من السلعة سي. لما ننتقل من ألف لب بنضحي ب10 وحدات من السلعة صاد في مقابل الحصول على 10 وحدات أخرى من السلعة سي. طبعا بيوضح لنا الرسم البياني ان النقاط اللي داخل المنحنى معناها نقاط عدم كفاءة، والنقاط البعيدة لا نستطيع، او خارج النقاط الخارج منحنى الانتاج لا نستطيع انتاجها لانها خارج حدود امكانياتنا. ده شرح الرسم البياني اهم جدا. تابع شرح الرسم البياني. هنا بنتعرف على كيفية انتقال منحنى إمكانية الإنتاج وإيه الأسباب اللي بتدفع لانتقال منحنى إمكانية الإنتاج، سواء بالزيادة للخارج أو بالنقص وهو الرسم يكون للداخل. ده رسم منحنى إمكانية الإنتاج وانتقاله مع فترة الزمن. أخيرا بنتعرف في الفصل ده على وظائف النظام الاقتصادي الأربعة. هما في عندنا 4 وظائف. الوظيفة الأولى، ماذا ننتج؟ الوظيفة الثانية، كيف ننتج؟ الوظيفة الثالثة، لمن يكون الإنتاج؟ والوظيفة الرابعة، والأخيرة هي المحافظة على الطاقة الإنتاجية وتنميتها. وأخيرا شكرا.